You guys, I hit 5k subscribers on YouTube. <laughs> 4, <laughs> Thank you all for helping me reach here. <laughs> to celebrate that, I am going to answer your questions that you sent me on Instagram. <laughs> أجاوب كل الأسئلة اللي سألتونيها على الإنستغرام and I'm going to be speaking English and Arabic ورح أحكي إنجليزي وعربي ورح أعمل هاي البازل while answering رح أعمل هاي البازل وأنا بجاوبكم The questions are divided into three categories الأسئلة مقسمة لثلاث أقسام The first about the English language أول شي عن الإنجليزي The second one

Let's start with the questions. نبلش بالأسئلة. أوكي، okay, أول سؤال بالعربي، وهو في تقريباً ثلاث أربع أسئلة زي بعض، فرح أجاوبهم مرة واحدة. فالسؤال الأول هو: كيف أتعلم تحدث بالإنجليزي؟ وبدي خطة لتعلم الإنجليزي من الصفر. حابة أتعلم إنجليزي، عم بحس بصعوبة كون اللغة بالدراسة عندي ألماني، ما عم بقدر أتعلم. كيف ممكن نتعلم إنجليزي بالبيت لحالنا؟ رح نقدر نحكي زي الأجانب. هلأ زي ما لاحظتوا هدول الأربع أسئلة بيسألوا عن كيف أنا أحكي إنجليزي؟ وكيف خلينا نحكي أتعلم لحالي؟ هلأ كتير صعب إني أجاوب هذا السؤال أو هدول الأسئلة في فيديو واحد، فلهيك راح لكم على الفيديو أو الفيديوهين اللي أنا عملتهم من قبل. في فيديو عملته سميته اللي هو كيف تتعلم انجليزي لحالك من البيت فيكم تشوفوه هون هنا آه في كمان آه فيديو عملته عن التحدث مثل الاجانب برضه فيكم تشوفوه فوق والفيديو كمان اللي حكيت انه كيف تتعلم لحالك برضه حكيت فيه عن خطه كامله متكامله أنتوا فيكم تحطوها وتستعملوها وتتعلموا عليها خليني أحكيلكم اسهل شي في الحياه هو انكم تخصصوا من خمس لعشر دقائق في يومكم بس ما بدكم اكثر من هيك وتعلموا تعلموا اي شيء خلال اليوم فانتوا مثل هيك بتكونوا اعطيتوا لحالكم دفعه انكم تبلشوا اوكي وبتصيروا لحالكم مع الايام تدعموا حالكم انكم تكملوا في التعلم اوكي <applause> اوكي هلا السؤال الثاني حابة أتعلم إنجليزي عم حس بصعوبة كون اللغة بالدراسة عندي ألماني ما عم أقدر أتعلم هلا أنا ما رح أجاوب اللي هي الخطة وكيف تتعلموا وشو تعملوا لأنه أوريدي حكيت في الأول ثلاث أسئلة بس هون إنه أنا عندي صعوبة كون اللغة بالدراسة في الألماني <applause> تعلم لغتين مع بعض هو صحيح إشي شوي بيحير وشوي وخلينا نشعر بالإحباط لكن فكروا فيها من هاي الناحية الإنجليزي إشي كتير 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 سهل ولما أنتوا تبلشوا تدرسوه وتبلشوا تفهموه وتبلشوا تستعملوه رح تحسوا أي لغة بعديها سهلة فعليا أنا صارت معي لأنه أنا لما تعلمت إسباني كتير استسهلته لأني أوريدي بعرف إنجليزي بعد الإسباني كمان وبعد ما في تجربة إنه أنا تعلمت الإسباني لحالي صرت سهل كثير علي انه ابدا بتعلم اي لغه بدي اياها وحاليا عم بتعلم تركي وايطالي وبرجع لحالي فاخذوها من هاي الناحيه ما تاخذوها من ناحيه انه انا عندي لغتين حاليا وانا كثير مستصعبه هدول اللغتين وانا مو قادره اعمل شيء علشان عندي هدول اللغتين لا بالعكس خذوها من ناحيه انه انا اذا درست الانجليزي وفهمته انا رح استسهل اي لغه تانية <applause> من أين أبدأ؟ مش مبتدئة أعتبر متوسطة بشتغل بمجال طبي بدي طريقة أول إنجليزي إنجليزياتي وتساعدني بتخصصي آه، أوكي برضو هذا السؤال عملت عليه فيديو اللي هو فيديو الشادوينج وأتخيل إنه كتير كتير رح يساعد أي حدا من متوسط فما فوق ففيكم تشوفوه فوق هلأ بخصوص التخصص الطبي أنا بنصح إنك تسمعي كتير بودكاست عن الأشياء الطبية يعني حاولي لاقي بودكاست تسمعيها بشكل يومي لأنها كتير رح تساعدك في الاستماع وبرضو كتير رح تقوي من المفردات تبعتك رح تعطيكي كتير مفردات ورح تصيري أنت تستعمليها هيك بشكل تلقائي لأنك اوريدي أنت عم تسمعي كتير فأنت لحالك رح تصيري لما تخوضي في محادثات تصيري تدخليها في الحكي تبعك Uh, OK, a question in English, which is very similar to the other questions. Uh, what's the easiest way to be fluent in English? The easiest way is shadowing, honestly. That's the easiest, easiest way, plus listening with the shadowing. And as I said before, just look at the uh, videos, that I made previously, and you can find them up here. Another question in Arabic, سؤال بالعربي كيف أجيب الشغف تطوير اللغة الإنجليزية وكيف أحفظ كلمات بدون ما أنساها؟ أوكي أنا رح أضلني أحكي لكم في هذا الفيديو شوفوا الفيديو اللي قبل، شوفوا الفيديو اللي قبل السبب لأنه صراحة كتير صعب أني أجاوب هاي الأسئلة بفيديو واحد فلهيك عم بحكي لكم شوفوا الفيديوهات اللي قبل هلأ هذا السؤال برضو عملت عليه فيديو وخصوصا عن الكلمات انه كيف انت تلاقي كلمات وتتذكرها ما تنساها. Uh, this video you can find it here. Uh, فيكم تلاقوا الفيديو اللي عملته عن الكلمات هون. Uh, بخصوص الشغف للغه uh, بدك تلاقي السبب. اول شيء احكي انا ليش بدي اتعلم الانجليزي؟ اوكي okay, شو الهدف؟ uh, كمان شغله بدك تحكي لحالك انه أو لحالك لأنه أنا صراحة مش عارفة إذا شب أو صبية بدكم تحكوا لحالكم إنه أنا رح أشكر حالي بعد عشر سنين على إني تعلمت هاي اللغة ولا لا فإذا حكيتوا يس رح تلاقي الشغف رح تضلك وراه لإنك تطوره وتزيد من مهاراتك إذا ما لقيت إذا ما ح... إذا حكيت إنه لا أنا ما رح أشكر حالي ولا رح أتذكر إنه أنا عملت هيك إذا don't do this ما تعملوا هاي الشغلة A question in Arabic again. كمان سؤال في العربي آه, الكتابة تساعد على قدرة التحدث نعم صحيح بتساعد كثير بتساعد آه, بس أهم شيء نعمله إنه هو إحنا ما نعتمد كثير عليها هلأ إذا كان في كثير اعتماد كبير عليها آه, راح آه, يصير في عنا عدم توازن من ناحية إنه أنا بدي هلأ أحكي بس لما بدي أحكي معناها لازم أتذكر شو اللي كتبته او مثلا اوكي انا ما راح اقدر احكي فلازم اكتب قبل ما انا احكي هاي هي المشكله هلا انا دائما نصيحتي للطلاب علشان تكون بتساعد مش انه عامل غير مساعد آه انه بعد ما تكتب بعد ما تكتب الاشياء وتفكر فيها امسك الكاميرا واحكي شو هاي الاشياء اللي كتبتها احكيها من غير ما تطلع على الدفتر او على الكتاب تصير مرة مع مرة مرة مع مرة لحالك انت تكون الجمل بعقلك وما تركن كتير على الأشياء اللي كتبتها وبرضو عملت سلسلة عن الكتابة وكيف ممكن تساعدنا في التحدث برضو رح تلاقوها فوق In English um, I read books in English from a while but I'm very slow do you have advice to read faster? Uh, I I think she meant that she used to read English books and Or st I'm not very sure if I got the question rightly, but I think here you want an advice on reading faster. An advice on reading faster is read every day for five like to 10 minutes, and do what we call skimming. If you know, skimming is like a skill in reading where you just have a quick look at the page and you try to get the general idea. The more you do it, the faster you will be able to read. Okay, the last question about English, آخر سؤال عن الإنجليزي, أو هو سؤال معنى, اللي هو كيف أحكي شجار أو مشاجرة بالإنجليزي؟ um, A fight, that's شجار, and مشاجرة, having a fight, and دورية شرطة, a police car, I think, I'm not sure. <laughs> okay. That's it for the English questions. Okay, category number two. جزء number two واللي هو عن ال Workshops and Challenges questions اللي هي عن الدورات وعن التحديات. Okay, so كيف بقدر أسجل معك دورة إنجليزي وفي private؟ Okay, هلا yes, في private, we have private classes. التسجيل عنا على الموقع. في موقع تقدروا تفتحوا عليه، على الكورس اللي بناسبكم. تنزل لتحت وبتكبسوا على التسجيل هلا حاليا اذا بتروحوا على الوسائط ما راح تلاقوا كبسه التسجيل في waiting list قائمه انتظار السبب هو انه حاليا انا كثير مضغوطه ما في مجال اني اخذ اي طلاب جداد لانه عم بدرس في الجامعه وصعب شوي اني انسق اوقاتي مع الكلاسز اللي انا بعطيها وقتي فلهيك هي حاليا مغلقه البرايفت برضه في برايفت على الويب بس برضه مغلق هلا حاليا لشهر ستة لنفتح اي تسجيل جديد فتابعوا معنا على الانستغرام عشان تعرفوا وين في مسابقات بتصير وكيف ممكن اشارك فيها المسابقات بالعاده اللي بعملها انا على الانستغرام هي على التشانل تبعتي على البرودكاست تشانل او اسمها انجلش اون فاير حاليا ما في أي تحدي لكن ممكن أعمل واحد على الصيف. Uh, English question Can I participate in all challenges and all courses you make them? Yes of course of course they are free for a reason so you can definitely participate in them. في بعض التعليقات على الكورسز مش راح أحكيها ممكن تقرأوها هون بس هلأ نروح على ال personal questions category 3 الكاتيجوري الثالثة واللي هي الأسئلة الشخصية Why you're gonna leave us? I am not gonna leave you. I'm here. I will not disappear. Don't worry. I think it's a, it's a question from one of my students because I announced that I won't be teaching anymore and uh, the reason why I won't be teaching anymore is that I am so overwhelmed and I feel like I'm losing control over my life and social media and a lot of things but don't worry i'll find a way to just stay at least with my old students so don't worry about that english question where are you live so it's supposed to be where do you live not are you i live in palestine in a city called nablus how old are you you people love this question how old are you and what's your job what uh, the question is, what's your job? But what's your job? Um, guess how old I am. Tell me in the comments. I will not tell you. I want you to guess. And what is my job? My job is an English uh, lecturer at Al Najah University in Palestine. And also, I'm a content creator. As you can see, I create content online on YouTube, Instagram, and TikTok. najah <laughs> رأيي انه هو تخصص كتير حلو كتير كتير حلو اي حدا بيسألني هل تنصحيني اتخصص فيه بحكي لهم ياس طبعا لانه الانجليزي عن جد لغة حلوة بس في شغلة لازم ننتبه عليها انه احنا لما ندرس في التخصص نحن ما بندرس اساسيات اللغة فاحيانا شو بصير بيدخل عنا طلاب بيكونوا هم كتير 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 ضعيفين في الانجليزي وبيدخلوا التخصص فبيواجهوا صعوبة لانه بفكروا حالهم هم انه من التخصص هم رح يعرفوا يحكوا انجليزي شوف عليهم مش هيك فعليا انت لازم يكون عندك اساس صح او اتليست انت مرحله متوسطه في الانجليزي وبعديها انت تشتغل على حالك انك تطور حالك اما انك تدخل صفر او مبتدأ ما بنصح فيه and the last personal question اخر سؤال شخصي هي ليش ما بتنزلي عن اللي بصير في غزه آه احنا في فلسطين آه العيون علينا طول الوقت فاي شيء بنعمله على السوشيال ميديا احنا نسأل عليه وبنتحاسب عليه فلهيك لازم نكون كثير حذرين لما ننزل لانه هذا في عليه خطوره علينا يعني احنا مش مثل الناس اللي برا الناس اللي برا فيهم يدعموا فيهم ينشروا ما حد رح يحاسبهم نحن هون في خطر على حياتنا لما بننشر على السوشيال ميديا عن اي شيء عم بصير في فلسطين كلها مش بس بغزه لانه فعليا احنا بيصير معنا كثير اشياء وكثير اشياء خطره في كل فلسطين فهذا هو السبب ليش انا ما بنزل عن اللي بيصير عن غزه اوكي okay. that's it you guys i hope you enjoyed this video i didn't do the puzzle i couldn't concentrate it's really hard uh, ما قدرت اني اعمل البازل واجاوب على الاسئله كتير صعب فكرت انه ليش يكون سهل بس للاسف نهائيا مش سهل and yeah and that's it If you have any other questions, drop them in the comments below and see you in another video. If there is any other question, ask it in the comments or ask it in